المرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد استجابة لطلب موكلك أمجد عز الدين حسن فضل وبما لي من الولاية فإني قد زودته كريمتي الفكر البالغ شهد أسامة حسين محمد الحمد في ولايتي زواجا شرعيا على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الصداق المتفق عليه بيننا وبحضور الجمع المبارك من المسلمين وقد أشهدت الله على ذلك وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وبما لي من الوكالة فإني قد قبلت زواج كريمتك الفكر البالغ شهد أسامة حسين محمد الحمد بولايتك بموكلي أمجد عز الدين حسن فضل زواجا شرعيا على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الصداق المتفق عليه بيننا وبحضور الجمع المبارك من المسلمين وقد أشهدت الله على ذلك أذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين قولوا لبعض قبلت بذلك ورضيت اللهم بارك للعروسين اللهم بارك عليهم اللهم اجمع بينهما على خير اللهم صب عليهم الخير صب ولا تجعل عيشهما فجا اللهم انزل عليهم السكينه اللهم الف بين قلبيهما على الحق اللهم الف بين قلبيهما على التقى اللهم اجعل زوجها سكنا لها يا رب العالمين واجعلها وذريتها قرة عين له في الدنيا والاخره ادم بينهم الموده والمحبه والرحمه وارزقهم الذريه الصالحه وانفع بهم أمة الإسلام اللهم يسر لشبابنا وإخواننا ويسر وبارك لبناتنا وأخواتنا اللهم سعدنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك أنت ولي ذلك والقادر عليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب بارك الله فيك I love you.